أسترا ممكن إذا يبيك في التوقيت المناسب، ولكن لحد الآن أوه موجودة ثلاثة لاعبين أمامه. لين يأخذ الكيل الأول، يروتيت ثاني لين الممكن كيلابس موجود معاه يتخلص من كازو. الفلاش موجود على فايبر، هذه يأخذ عليه كيل الأولين بالسابل، ينزل من الهيمن ويخسر الدول، والشادو بكيل خامس لفريق ماجستكس. بيكون في جيجل ولكن من سيفوز الان سنكتشف. ممكن يضرب في الفلاش ولكن شادو في الاوف انجل يتخلص من كازو، بوش اخر من شادو يتخلص من فايبر ناتون في الاخير، ياخذ الكل على نارزي كبش فداء، ولكن فريق يلا اي سبورتس مازال محافظ على مكان. ولكن فلاش من طرف الوساد زودياك بتخدم الفريق ماجستكس هنا في الباكسايد، غيبوت فيها الوساد اوفر وان فور وان لكيكي اوبس ما يرحمش بالايم تاعو، ناخذ الكل عند بوتشر لازم يكون هو هذا شادو. نشوف النجمه الاخرى لين هو بيك بوشيري اوكي ميكيل جوي مهم جدا اللي اخذ الانفورميشن. شادو يدخل ولكن معاه تراب واير يا شادو مش قادر انك تداش، بوشير بالكيل الاول ولكن تريد من جانب لين ماجستكس يدخل للسايد، هذا البريتش موجود ولكن كازو يتخلص من كيوبس لحد الان، يبحث على كيل ثاني كازو مازال عنده ممكن الامبرس ولكن لا ما يستعملهاش. 2 فور 2 لحد الان على هذا السايد ولكن نارزي يقوم بستيف، نارزي تعرف على مكانه، لا يا نارزي بستيف يقطع الروتيشنز ولكن فيش اي لاعب من يلا فلانكينج. يا ما فيش ولا لاعب واحد من يلا فلانكينج هنا، وغنشوف انا هناك التيميت مستعمل من طرف الاستاذ كيل جوي. شادو ياخذ الكيل مباشره من طرف الاستاذ كازو. اوه ماي جاد اوفر هو فايبر، هذا الكيل موجوده ولكن اندر هيفن صعب جدا السرفايف. شادو غايموت فيها مباشره ويبقى نايت 2 في 2 مستمر. الكيل جوي فيري لو هناك، اوكي خصم العالم هنا موجود من طرف الاستاذ اللي بيع الاحترام تاعو، غنشوف اذا استطاعوا ان يفعلوا سبايك اور ديب بلاند. هذا الوقت يداهمهم الفريق يلا ايسبول، يبعثون على الفرصه، يبعثون الكيل جوي. السلام 1 في 1 الان موجود، الكيل جوي فيري لو يدخل مع الاستاذ دون، ربما يكون منه هنا يفرق. اوه ماي جاد امبوسيبل امبوسيبل تايمينج من طرف كي اوب الجيري وغيفوز بالراوند مع ماجستي، الراوند رقم 5 لهذا الفريق. رولينج ثاندر موجود من الجيت او عفوا من البريتش، يسهل دخول شادو الى السايد بالداش ولكن حذر فليك جميل من شادو يتخلص من تون، والفلاش كذلك بيرفكت من جانب زودياك، محاولة استطاع يضرب بليتن من جانب هوفر ولكن من دون اي كيل. فايبر عليه سموك مش قادر انه يطبق اي شيء لحد الان. بوشيري في روتيشن يحاولون يكوفر الفلانكس من تيم ماجستي ولكن ما فيش اي لاعب فلانكينج لحد الان. ريتيك موجود، فايبر شويه سبام من ناحيه الهيفن، كثير من السموكس اليوتيليتي عليه. يا بالضبط كثير من اليوتيليتي خاصه هذا البريد، شوف اليوتيليتي نتاع هذا البشحال قوي جدا، ولكن بوشيري ياخذ الكلمه الجايه اخرى ترو دو وول على النارد، يبقوا هنا ثلاثه امام اربعه، الظروف صعبه هناك اوبريتر على الشورت، شعار ومي بيك من شادو ولكن هيموت كي اوبس هنا 2 فور 2 يبقى هنا 1 في 2 صعبه جدا هنا. يلا يحاولون لازم عليه يكون كلاتش هنا. او ماي جاد لين يقولون نحو البومب سايد بي، هوفر موجود في السيلينك هنا، هيكون فيها 1 في 1 جيت اجينست جيت، لكن واحد عنده اوبريتر لا واحد عنده بندر امام بندر صراحه لا ما عنده فلاش من زودياك يدخل بكل سهوله الى السايد يتخلصوا من هوفر، يعني عميدة واساس لفريق يلا اي سبورتس. ولكن لاحظ لين سيبحث ممكن تو فلانك اوت لو، ولكن سيركل متفجر موجود ناحيه الدبل دورز يتم تدميره من جانب لين، ولاحظ الانجل موجود عند شادو، عارف ان الدرون ستكتشف مكانه ولكن بوشيري خلينا نشوف سيجي نفسه 1 في 1 مع شادو يفوز مرة أخرى. قريب هذا الدرون يتخلص من كازو، يخلي اثنين لاعبين فقط، 1 تاب من تون يتخلص من شادو ولكن 4 في 2 مش تكون صعب على لاعبي يلا اي سبورتس، خاصة انه البوش موجود من نفس المكان لحد الان. شوك دارس تو كوفر الانجل موجود فيه زودياك ولكن زودياك يفوز سمعوا يا دول الول باك مثل على قيد حياة فايبر يتمكن ياخذ الكيل ولكن 1 في 3 صعب انه بيشحط درونهم يا بالضبط، وخاصة الصراخ في اللان يبدو لي انه عنده امباكت كبير جدا على المايند سيت الموجوده مع يلا ماجستي ما يسكتوش في كل في اللان برو والله في كل في كل راوند يفوزوا بيه. شادو ياخذ الكل هنا مباشره، غنشوف هنا ربما نشوف 3 في 3 من طرف فريق ماجستي هنا، فضيحه صعبه جدا. اوه ماي جاد نارزي ياخذ فاكي من فريق ماجستي، هل معجزه تكون موجوده من لاعبي يلا اي سبورتس وما حاولت انقاذ هذه الجولة المهمة اخر جولة في دي فيرست هاف 8-3 الى حد الان. لاحظ البوست بلانت من فريق ماجستي لاعب في اللونج لين مرة اخرى كوفرنج الفلانك، ولكن ما فيش اي لاعب فلانكينج من فريق يلا اي سبورتس. نارزي من ناحية الشورت لازم يصير بوش من تون ممكن بالضبط، هذا باش يقوم بالبوش من ناحية اللونج. حذري شادو حذري شادو الديفيوز يبدا ولكن فيك حذري تون هو اللي في الهجوم اوفر يبحث على فرصه بديت جد متعاون من جهه اخرى في دبل دور من جهه اخرى لين ياخذ الفيرست براد فايبر يليها بالتعادل هنا 1 فور 1 أربعة أمام أربعة موجودة هنا نحو البوم سايت سيف دوري هذا والقرار يلا إيسبورت زودياك موجود يحاول يطوف بريديشن ال1 في 1 ولكن أو ماي جاد هوفر ياخذ فيها كان يا سلام من طرف بوشيري والآن التليفزيون موجودة ماجستي في الديزادفنتج العددي ونشوف مع بعض الأسبانيا أوه توب
اللاين اب لاعبي يلا سبورتس يلعبوا بي ار رايفلز وذا البوش الرهيب الموجود لكن تضيفهم كيوبس راح ناكل كيوبس يموت كعزو يتخلص منه كيلا ياخذ البوشير ولكن لين ياخذ كل واحد ماجستي وذا زودياك يسقط كذلك في السايت ودخول سريع لفريق يلا سبورتس يلا سبورتس موجودين في البوم سايت هنا يتم وزرع السبايك من طرف الاستاذ بوشير بهذا السايفر نتاعه 4 في 2 ماجستي فاضي صعب جدا شادو يتقدم هو وسكاي يحاولون يفعلوا اي شيء ارزي يبحث عن الرؤوس قدم شارو عنده فاندل هناك تعلب موجود ديسترويد انستنتلي بوشيري السوس بري موجود من طرف نارزي عادل نارزي ولكن غير ممكن يلا سبورت فايف يب فريق يلا سبورت قاعد يلعب طريقه باسف فريزنج لحد لين ولكن لين من لونج يتخلص من بوشيري ضربه موجعه لفريق يلا لازم يدخل الان من ناحيه الدبل دورز وماجستي حاطين التيرن تاع كيوبس بالضبط الانفورميشن موجود انه اللاعبين كل من الدبل دورز ولاحظ ماجستي اللاعبين في الباك سايد البوش موجود الداش من هوفر ممكن يجيت فيها بيك او لا هوفر ياخذ كيل الاول لكن تريد من كيوبس الوقت ينتهي لاعبي يلا سبورت الكيل بالاوبريتر من لين يبقى اثنين لاعبين فقط من يلا 12 ثانيه فقط تقتلهم على زراعه هذه سبايك ما فيش اي محاوله لكانسل هذا الفلاش الفلاش موجود تحاول جول باك واللين بالاوبريتر خاص بالفايبر تون بالكلاتش ولكن نارزي هو الاقوى نارزي سي لحد الان شادو الاوبريتر حضاري المفاجأة موجودة من كازو يتسلل الى الايلان يتخلص من شادو يفكي الاخر على نارزي هل ممكن بالتريبل ولكن زوديك يقول له يقول له يقف مكانك يا كازو يو دان اناف ولكن الفلاش ممكن يكون موجود حضاري من زوديك على شمالك موجود هوفر ياخذ عليك الكل يبقى كيوبس في عملية بطولية والشبه مستحيلة ياخذ الكل الاول على بوشير ولكن بالبولدق على يمينه موجود اللاعب هوفر ياخذ الهيد شوت و18 في هذه المباراة الاولى باك كان في الحال لان الوسط يتم استعمالها بجانب كازول هانترس فيوري موجوده ولكن هوفر يدخل السايت يتالق في الدول مع لين الدول بالهانترس فيوري ياخذ كل على كيوبس وكازو من دبل دورز يتخلص بسرعه كبيره من زودياك في ثواني فقط لاعبي فريق ماجستي ينمحاو من الخريطه ولين هوفر مش قادر يفليك بين السكين نارزي يتخلص منه يبقى لاعب وحيد اللي هو شادو في محاوله هو ونارزي انه يفوزوا بهذه 2 في 4 اين انتم تحديدا يلا سبورت عندهم الانفورميشن الان فايبر عنده بوزيشن ممتاز جدا في البومب سايد سي كازو موجود عنده الالتيميت بتاع ربما يكون فيها ريسيت ماجستي بي 2 في 4 الظروف تكون صعبه عندهم الالتيميت الاستاذ شادو ولكن نشوف الستار من طرف الاسرى او ماي جاد شادو ثرو ذا وول يدخل فيها فايبر ولكن اجابه موجوده من طرف الاستاذ بوشيري والان الاستاذ نارزي 1 في 3 يا سلام يعرف نارزي يعرف نارزي يعرف نارزي خلص من بوشير ولكن كيف ممكن يحمي نفسه الان الحمام الحمام موجود نارزي يبحث على اكثر من كل ولكن مش قادر تون ياخذ عليه الكل والان جوله وريتيك صعب على ماجستي يا بالضبط هنا يلا يثبت لهم الادفانتج ماجستي من دون اي ويبنز تكون صعبه جدا عليهم التقدم نحو البون سايت سي خاصه انا وهنا تون ياخذ الكل تاني مزعوج عنده سكاكين ربما يكون كشف عنده لين بهذا الشريف ياخذ الكل الثالث يا سلام لين ياخذ صعبه الشارع ياخذ فيها كل وكمان يحاول يفتح السايت عنده ليرت بس يكون هذا كافي لا شادو يموت بوشيري ممتاز جدا الان من طرف هذا اللاعب بهذا السايفر نتاعه كازو يتقدم كازو عنده فرصه عنده ويفت كازو الله اكبر الويف كان موجود هنا من شنو قادر ان يفعل على يسار نارزي باش يقوم عليه بالكل فايبر يتخلص من نارزي وهو كذلك هذا اللوركر من تيم يلا سبورت دائما يقوم بمثل هذا الشغل ولكن كيوبس يفلانك الفلانكرز لين خلينا نشوف فايبر يتخلص من لين كيوبس وضعية صعبة ال1 في 3 الموجود يتعرف على مكان اي اي كافي فايبر اللي ياخذ عليه يبدو لي انه من طرفهم غيكون بوش نحو البوم سايت اي ولكن لا لعبوا هذه فول صراحة شوية موجود في البوم سايت اي شوية في الميد نارزي وصل كان الله اكبر 1 في 2 دبل لنارزي ودبل رمز الدبل موجود بوشيري موجود هنا بس السايفر نتاعه موجود نارزي يبحث على الرؤوس يبحث على الشوتجن ما زال في نفس المكان بوشيري يحاول الدخول اصعب جدا السيكرز موجوده ياخذ بالانفورميشن الاستاذ نارزي يرجع مع فريقه 22 اتش بي وما غيموت بعد قتل 2 بيبول بهذا شوت شادو يموت على يد كازو كازو موجود في السايد حبيري على يمينك موجود لين يتخلص منه يبقى اثنين لاعبين فقط هايك من جنب بوشيري ولكن لاحظ لاحظ الكولابس اللي مشي في الثواني القادمه من فريق ماجستي لين الزودياك من رش انت عنده الفلاش او لا ولكن نارزي ينتظر في زفاره الانطلاق ولكن هيد شوت من بوشير الكل هو الموجود يتميد عمل دبل سيف يتعرف على لاعبي ماجستي بوشيري بوشير ياخذ الدبل ال1 في 2 موجوده يكتب الاوبريتر غريبه شويه منه ولكن نارزي موجود على يمينه وعلى يساره باش يكون فما اللاعب كيوبس يخرج من اللوك داون هل هذا وقت الديفيوز او لا اللاعب بوشير يحارب بوشيري ياخذ الكيوبس كيوبس يا الله الفور كي موجود مش مشكل بوشيري
قلنا راوند ماجستي ولكن تو في فور سمهاو يفوزوا بها. الان جوله اخرى موجوده للتيم يلا يدخل الكلوزر جيت كازو يتخلص من لين ولكن تريدد لحد من كيوبس. هل سيكون هذا كيف يملى عنده فاندر ولكن الان هناك سموك من طرف جد هوفر يستخدم هوفر. او ماي جاد كيوبس ياخذ الكيل الاول عنده ربما بوت هيكون هذا ربما غير كافي قسم على موجود من طرف هذه الاثار يلا يسبوك يتخدم. او ماي جاد كيوبس كيف شاري يقول زودياك يا سلام موجود في البوزيشن ولا في الاحلام ويفوز المدافعون. سماء السايد بي لحد في ماب هيفن ولكن هاري فايبر يتخلص من شادو يموت هذا الدول اسمه كسر كيرس صارت الى حد الان الجرافيتي والموجوده كيف تخلص من دول في وضع صعبه جدا. فايبر ياخذ عليه الكيل الثاني يبدا الريتيك سريع جدا في حين اللين ما زال في طريقه لهذا السايد بي البوش موجود من ناحيه الميد بوشيري يتخلص من كيف ستان موجود بوشيري. على زود ياك يخسر حياته لين. يبقى لاعب واحد لوليد 1 في 4 هل يفعلها لين لاعب مكان هجم اول هل ممكن الثاني ولا الخريطه الاولى عندهم 1 راوند 2 وين يلا يسبورت من جهه اخرى ماجيسي لازم عليهم أن يبقوا هادئين لا يجب أن يكون فيها هزيلة لا يجب أن يكون فيها يعني ميس كوميونيكيشن وميس سينرجي ما بين اللاعبة لأنه لازم عليهم التعادل مرة أخرى في هذا الأوفر تايم. هنشوف مع بعض أش غيصير هنا. شوف أنه موجود أوبريتر من طرف الأستاذ شارو ما نتكلمش عليك موك من أسترا هي اللي خليته يكون بيري طريقة حذري على شمال كبير كيوبس والتورنت نتاعه ياخذ الكل ولكن لين يخسر حياته أمام كازو وان فور تون بالوول بانك يتخلص من كيوبس ولكن زودياك ولكن فايبر يتريد الكل على زودياك ويتم زرع سبايك من يلا يلا فايبر يزرع سبايك انما بصدنا في البوم سايت سياد 2 في 2 منطلق يلا لازم عليهم الفوز بهذا الراوند فيري فيري كلاتش خاصهم يكونوا تون عنده انجل ممتاز جدا ويتخدم امامه نارتي هل سيكون فيها كلام لا نارتي يبحث ولكن جون يقول لا ياخذ الكل الاول يبقى الوان في 2 مستمر هل سيقوم بها الاستاذ شادو يتكلم عليه الكثير الكثير فيها كاستر كيرز شادو بالاوبريتر ولكن لا فايبر يقول وراه وامام ولكن بوشيري بيك او بوشيري شوف امام موجود اللاعب لين بهذا السايفر ولكن سايبر كيج تمنعه ولكن حذاري سيتم امامه زودياك زودياك هو اللي يفوز بهذا الدول من دون اي مشكل يلا يسبورس ينقصهم لاعب جرافيتي وين جميله هذه الاسترا يا ما يضحكش الكثير الزودياك هنا ويفوز بهذا ال 1 في 1 كلاسيك امام كلاسيك وهنا الفايبر هيز فيري فيري لو اذا غنشوف مع بعض لو موجودة 20 ثانية يا مش عندهم الوقت الكافي اوه في الهبل او ماي جاد الهوفر عنده البومب نتاعه شوف فيها دامج ربما هنا في السيورز نعم على لين يجد لين لا لين ياخذها 15 ثانية 1v2 او ماي جاد لين لازم يكون كلاش يتقدم يجري لين يجري لين نحو الهيفن والظروف صعبة اوه الدمج موجود من طرف الجد هايبر لين يحاول الوصول الى هذا البومب سايد بي وهل سيستطيع الوصول اليه والبلانتنج غير ممكن الى حد الان شادو هو اللي يبحث اوه حذر يشوف في راس شادو شادو يموت الله وول بانج الفريق يلا بينما ماجستي ما زال يبحث على فرصه للدخول زودك ياخذ الكي على كازو ولكن او ماي جاد تون تحرك هذه الريز ولكن لاحظ انه الكيل جوي من الفريق يلا ما زال اعتقد انه شويه ليت روتيشن المفروض انه يكون دراسه لتحركات اوه فريق ماجستي يعمل فيك بلانت الى حد الان حذر الفلاش موجود الدخول من لاعبي يلا على هذا السايد موجود من هوفر بلاس باك دامج يتخلص من الليل ماذا يحدث سوبر فايت ماجستي اوه جامب تيك موجود اوه ماي جاد كوادرا وهوفر اوه ماي جاد الاخير اوه ما يكونوش مثاليين من جانبهم ولكن لاحظ الستاب الموجود من لاعبي يلا موجودين اثنين لاعبين من الميد ولكن زودياك وشادو بالجواب فريق يلا اي سبورت للدفاع على هذا السايت وهنا دخول سريع لين يتخلص من توني خلي اثنين لاعبين فقط من فريق يلا اي سبورت على قيد حياه النيرف موجوده من لين يتعرف على كيل فايبر بيك عنيف شويه منه الحقيقه من وراء هذه سموك يخسر حياته امام شادو يبقى لاعب وحيد في مهمه مستحيله لاعب بوشيري يتخلص من لين ولكن ب 30 هيلث بوينت صعبه جدا عليه ايماجن لا لا مش ممكن دخول ماجستي نحو السايت يتم استعمال السيكرز من اللاعب كيوبس دخول فريق ماجستي على السايت بي حذرنا لاعبي يلا واجدين بوشير يخسر حياته امام شادو وسيتم استعمال فايبر سبيت وكيوبس يضيف كل على تون البوم بوت يتم تدميره في التوقيت المناسب وفريق ماجستي يستحوذ على السايت بي من دون اي مشكل يا من دون اي مشكل ماجستي هنا يا عندهم ادفانتج كبير جدا 5 امام 3 يلا في ظروف صعبه بينما مستعمل الملتيميت من طرف هذا الاستاذ الزودياك بديل فايبر اوه ترو ذا واي ولا حتى ترو سموك غير موجود لكن الريس ممتاز جدا والان نشوف فيها 4 في 4 اوه ماي جاد يلا فايبر يلا يا فايبر الدنيا ليه انا 2 في 4 سبق هذا الواحد كازو ياخذ اخر كيل هيكون فيها محاوله ديفيوز ربما يكون معها فيها محاوله ستوبينج لهذا الديفيوز فيها سكين موجوده الى حد الان في مكان متاخر من السايد لكن حذاري بوشير الويف موجود لكن هوفر موجود تريد معاه يتخلص من زودياك يضيف كيل اخر على الشادو فريق مارسيتو مش قادر يعمل اكزكيوشن على السايد بي كيوبس كذلك يسقط على يدي بوشير وسبايك امام بوشير ايوه هذا الاتشاب موجود لا 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 لا
قبل ما يتيح الايجنت، ولكن تون يعاقب، يعاقب على الويف شادو الى الفانت اللي تخلص منه. فريق ماجسي اول مره نشوفه يركز على السايد اي. زودياك بهذه الطريقه يتخلص من فايبر. نزل اوبريتر موجود من طرف الشادو فيل بوم سايد اي، ورتكون روتيشن موجوده من طرف فريق يلا اي سبورت للريتيك. ربما 3 في 3 ويتمات مستعمل من طرف الكي جوي، ولكن غيموت فيها مباشره مثل بوشيري. نارد ياخذ الكل، ما زالت الظروف صعبه، لازم الهروب هنا من طرف فريق ماجسي. لازم الحذر، او ماي جاد زودياك ياخذ فيها فانتوم هنا. كازو ياخذ الكل في ال 1 في 1 سيتويشن، فيري فيري لو شادو عنده 1 اتش بي، هيكون فيها ربما سبام وفيها كل 1 في 1 سيتويشن. زودياك يحاول فيها وول من طرف السيج، بس يكون هذا كافي ام لا. زودياك في الهيفن يبحث على فرصه. يا سلام انت مازال ما سووش هنا يا سبانت السبايك، ما عادش فاش ينتظروا صراحه لين موجود هنا، مازال ما استطاعوش انهم يسوون بلانت السبايك. ربما يكون فيها وات 13 ثانيه موجوده في 1 في 1. غيموت بالالتيميت سبايك هيز داون. يلا تون، الله ماي جاد، ديزاستر فور ماجستي ميستيك. تون بالسكاكين يفكم قسم ممتاز جدا في الطوب، داش من طرف شادو يبعث على الكيل ياخذه بالشرف، ممتازه ولكن انجاب من طرف بوشيري، يبعث على اكثر بوشيري الدبل كيل فور 3 في 2 الان ادفانتج لي يلا اي سبورت. وسط السايت هناك الجيمات الفايبر، الزودياك ممكن يكون كاس مع فريق والان بالاوبريتر. الان تشوف فيتو موجوده، التعادل يكون موجود. هوفر يبحث عن الفرصه، بديل لازم تاعو زودياك عنده شارف. زودياك يبحث على الهوفر وغيصيب الهوفر فيها كل اخر لاعب متبقي. 1 في 1 هجمات موجود، الزودياك بالبلانتنج هذا السبايك وسط البوم سايت اي. لازم يركزوا انه يكون الكلتش مع فريق 94 اتش بي، عنده الهيل هل سيستعملوا ام لا. ثروينج هيز ويبن، شوف زودياك في الالبو، زودياك في البو، هاك عنده الفانتج. زودياك هلا الزودياك موجود بي انجل ولا في الاحلام. اوه فيها بلايند ربما، مازال نجم يجيب كيل تون. الله الشوط اول او ماي جاد 2 فور 2 2 فور 2 الى حد الان 3 في 3 موجوده في هذا البوم سايد بي. البنتنج موجود من طرف الشاد، نارتي 1 في 1 موجود من طرف الشادو على فايبر، والان 2 في 2 موجوده بوشيري هو وهوفر. ها سيقومون بام لا، الظروف صعبه جدا. وزودياك ياخذ هنا الفانكينج بوزيشن فيها بوم بوت من طرف هذه الريس، يكون زودياك موجود عليها. يتقدم بوشيري بلايند وحمامه من طرف هذه سكاي فيها كل، وهوفر الان 1 في 3 فيري لو حتى صعبه جدا عليها الهوفر. يتقدم هذا الفاندل وغيموت مباشره من المدافعون الان، والاتاكرز هم يلا. والان الفيجن تعطى من طرف ماجيسي فيها بلايند، فيها حمامات، فيها طيور من طرف هذه سكاي. والان دخول سريع جدا من طرف فريق يلا، لكن اول مجموع من طرف تون من طرف الزودياك هنا موجود من الفايبر مساو بلاند ذا سبايك مباشره، والظروف صعبه. الوقت يداهم فريق ماجيسي، لازم عليهم البوش، لازم عليهم الدفاع والريتيك على هذا السبايك على السايت. فيري فيري لو الكل في ماجيسي، سكاي فيري لو، الزودياك فيري لو، في ربما كيل كيوبس بالايمن تاعو ياخذ الكيل على تون. لا 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 شارو اللي هي مباشره الان 2 في 3 2 في 4 اصبحت 2 في 3 على حساب بوتشر ولا بوشيري. عايز اقول بهذه الكي جوي تاعو ياخذ فيها كيل، محاوله او ماي جاد فايبر وان رايت كليك فيها كيل او ماي جاد. نارسي ولا يكون في 1 في 1 مع الاستاذ بوشيري، يبحث عليه بوشيري، ينظر الفرصه بوشيري وسط الستار بوشيري. اذا يفوز يلا يلا فوكس مباراة كبيرة جدا، ولكن زودياك زودياك ينزل من الهيفن. زودياك 27 هيلث بوينتس البيك موجود، واهو فيري تخلص منه. يا زودياك ماذا فعلت؟ ماذا تون يضيف كيل على لين؟ ماذا يحدث في صفوف ماجستي؟ هوفر يضيف كيل اخر على الشادو و3 التونسي. نارزي اوكي وي 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 نارزي 1 في 5 نارزي 1 في 5 يقوم بها نارزي. يلا 1 في 1 موجود، الاول موجود الثاني موجود، ولكن 1 في 5 لا لا نارزي يعني على مقربة جدا من السايد. سكاكين هذا الصوت يعني خلص من كازو شادو. هذا اللاعب بالسكاكين نتاعه الان يعرف عنده الانفورميشن على مكان فايبر، ولكن فايبر مجيد يلحق بهم ولكن مجال اخرى اوفر. او ماي جاد نارزي ممتاز جدا البليسمنت نتاعه، والان فايبر قدم نحو البوم سايد بيه فيك، ولكن نارزي مازال متواجد. انا حسبهم انه واحد يلعب بخمس تشامبيونز خمس ايجنتس، واحد فقط يلعب بهم، وهذه السينرجي المطلوبه يكون موجوده مع توب تيم في العالم العربي للفالورنت سترايك. والان مزرعة سبايك خاصه انه اثنين لاعبين ماجستي كانوا بوشينج يبحث على كيلز من ناحيه البي لوبي، هذا اللي خلى السايد اي شاغر، ولكن ريتيك في التيميت في لوك داون موجود من لاعبي يلا باش يضيع وقت كبير لفريق ماجستي. الان سيبحثون على بيكس من هذا المكان، ولكن لاعبي يلا محشورين في السايد في وسط السايد. كايوبس يتخلص من فايبر، بدايه ريتيك موجوده من فريق ماجستي الان، ولكن هوفر من وراء سموك يتخلص من زودياك البوش مع سيكر. الجاج موجود من تون التريد لحد من نارتي 3 في 3 هوفر الكازو يتخلص من نارتي لاعب وحيد اللين بالاوبريتر. ماذا سيكون قادر يفعل الان 1 في 3 لا 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 لا.